قاعدين مش قدامي مش قدامي مش ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله يوكن 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 يمشي قدام لا عندك اعلان عن الوزن المثالي انا لا تجيبي انا في السياره ما شفت انت اخو الكبير نصحه ما يسمع من لا يسمع انت يمكن يسمع منك ايه انت عميد العائله انت عميد العائله على الطل انت اقول لك على الطل اعطيك واحد مخمس امزه جران امشي جبها خلاص امشي لا تخفف وزنك خلاص امشي بس وزن المثالي ما شاء الله تبارك الله عندهم 150 فرع على مستوى المملكة أي منطقة تكون ساكن فيها بتحصل الوزن المثالي عندك الوزن المثالي عبارة عن إيش؟ عبارة عن منتجات يعطونك إياها إذا جيت عندهم يعرضونك على أخصائي تغذية في كل فرع من فروعهم في أخصائي تغذية يشوف وزنك ويشوف أنت إيش محتاج ويعطيك منتجات وضمان أنك تنزل وزنك وأفضل ما في إعلان وزن المثالي أنه دائما يجيب لنا عينات من الأشخاص اللي نزلوا وزنهم مع الوزن المثالي ساكم الله بالخير أبي أشوف صورتك قبل كيف كنت شوفوا هذه صورة الرجال هذا قبل وشوفوا الحين بعد كم كيلو نزلت نزلت 22 كيلو ما شاء الله في كم خلال شهر وعشرين يوم شهر وعشرين يوم 22 كيلو ما شاء الله تبارك ما شاء الله تبارك الله. الله والأخ حياك الله الله يحييك الله يسلمك كم كيلو نزلت في كم 25 كيلو في خلال 4 شهور ما شاء الله تبارك الله كنت مسوي عملية تكميم لا يا حبيبي شغل كله طبيعي شوفه هو كذا ولا من هو ايش رأيك هذا أنت يا يبا فارق يا أخوي صدق البس طاقتين ذا والأخ كم كيلو نزلت 37 37 كيلو في كم في 4 شهور 3 أسابيع ما شاء الله تبارك هذا انت لا يا اخوي انت تتكلم جد اخوك الكبير ذا يمكن ما شاء الله اقبال اللي بالي بالي اقبال 4 شهور 3 أسابيع 4 شهور 3 أسابيع ما شاء الله تبارك هذا انت لا يا اخوي انت تتكلم جد اخوك الكبير ذا يمكن ما شاء الله تبارك الله على الحلاوه اللي تغيرت فيها ما شاء الله تبارك الله عيني عليك باردة عقبال اللي بالي بالي عقبال اللي بالي بالي عقبالك إن شاء الله يا زين تعال يا أبو كيوان تعال ما حزت فيك بالعكس صدق أنا شخصياً خلنا من الضحك انا اشوف وزنك ما شاء الله تبارك يكفي الهيبه شوف الهيبه ما شاء الله اخوك كنا زياره يارس بس لا طالع منه طالع يوكن وايت ماي مش قدامي خلنا اشوف الهيبه لا تعزعت عمرك ما ضاع زعلتك اليوم خليك انت اليوم كنقول وايت ماي بعد انت وايت ماي ونيرس يلا ذا جرب مع الوزن المثالي كم كيلو نزلت 17 كيلو في شهرين 17 كيلو في شهرين ما شاء الله تبارك الله خلنا نشوف صورتك قبل شوفوا يا جماعه خير تجارب ناجحه قدام عينكم لا حد يجي يسالني كيف الوزن المثالي وكيف منتجاتهم هذا قدام عينك نماذج وفي كل الآن ما شاء الله تبارك الله يكلمون عملائهم يقولون لهم تعالوا عشان مرتضى بيجي يصور عشان الناس تشوف نموذج في ضمان عادي حق واحد اللي في بالي بالك ان شاء الله يصير زي كذا ان شاء الله الله يسمعها منك ان شاء الله سؤال كم ضمان على اللي ياخذ منتجات من عندكم طبعا احنا بندي ضمان على الاشتراكات من 4 الى 12 كيلو في الشهر الواحد والنتيجه من 4 الى 12 كيلو ضمان في الشهر الواحد الحمد لله العرض اللي موجود عندكم في الوزن المثالي طيب العرض اللي موجود معنا حاليا مميز جدا باقه 1111 بتكون عباره عن 4 شهور اشتراك متابعه اسبوعيه مع اخصائي التغذيه ايوه تمام وبيكون معها 4 منتجات من منتجات التنحيف وبيكون معها سناكات بقيمه 100 ريال
حلو. وباكد ان احنا بندي ضمان من 4 ل 10 كيلو في الشهر، من 4 ل 12 كيلو. طيب كم سعرها باقه الاربع شهور هذه؟ دي سعرها 3300، حاليا الخصم 1111. ما شاء الله، من 3300 الى 1111. يكون دورنا ان احنا بنساعد ان هو يلتزم. اه حلو. ليه؟ لان بنديله مثلا منتجات تتعليم.